السلام عليكم خاوتي، اخوكم سفيان توجور. المهم خاوتي، اليوم بك حبيت نهضر على الطبيعي. يعني علاش انا نهضر بزاف على الطبيعي؟ هذا ما كان. يعني انا كي نهضر على الطبيعي خاوتي، ماشي قصدي نجرح عباد ولا باش ما يعرفوش، ولا كيما تعلمتو نتوما احنا تعلمنا، يعني ما كاش ديفيرونس بيناتنا. احنا شكون علمنا؟ علمونا عباد اللي كانوا يربوا المقنين قبلنا. ما راش يقول عليهم هما اساطير الاولين. اساطير الاولين انا واش معني بها اخوتي؟ تسمى الانسان كي يبقى في الغلطه، يعني ما يحبش شغل، ما يحبش يتسقم، ما يحبش يتسقم شغل، يحب يبقى في الغلطه تاعو ماغري على باله، راهو يشوف بعينيه باللي شغل كاين امور لازم يطوروا، كيما يقولوا كاين امور، يعني شغل ما تبقاش تخليهم هكذاك. سيرتو شغل الانسان الحمد لله راهو تعب بلاصتكم، راهو تعب بلاصتكم. ثم انا نفهم بلي ما حنا شفنا المقنين في الطبيعه بكري، بصح شغل ما كنا زعما تيماجيني شكون كان يدير هكذا، شغل كان يتبع فيها كيما نقولوا العباد اللي كتبوا كتابات، ولي جينيرالمون انتم تبعوا الكتابات تاعهم وتشروهم. واش داروا هذوك خاوتي؟ هذوك خرجوا للطبيعه، ياك خرجوا للطبيعه وتبعوا المقنين، واش ياكل واش يدير واش يشرب واش كدايا واش يدير على العام وهكذايا. ومن بعدك خرجوا جابوا معلومات، يعني وكل واحد يخرج يجيب معلومات ديفيرون. هذه هي، باسكو كاين اللي يشوف كلش في عام، كاين اللي ما يشوف والو، كاين اللي تبع المقنين 10 سنين، كاين اللي تبعه 4 سنين، وكاين اللي 4 سنين ربما يكون شاف اكثر منه. ما يهمش، باسكو المقنين هو يمدلك، هو يمدلك المعلومات، فهمت؟ لازم تكون توبزيرفي، لازم تكون تتبع، يعني شغل تبع وتبع بمخ كيما نقول لك حنا مفتوحه، ماشي تبع برك، مخك يكون مفتوح، يعني تولي تقول شوف واش نعرف انا من البكري، واش تعلمت انا من البكري، دوكا كاع ننساه، نعاود زيرو. هاي واش درت انا خاوتي، عاود زيرو، وكاع نجمع في المعلومات، نشوف تما هذه صحيحه هذه ماشي صحيحه، هذه كدا هذه كدا هذه كدا هذه كدا. وما غادي نقول لكم خاوتي، يعني ما اختارتش من عندي، ماشي زعما قال الانسان اختار من عنده وجاي يخلط عليكم. الحمد لله نسيت كيفاش نجيكم بالمعلومات والمعلومات الحقيقيه. تما انا واش نشوف نجي نقول لكم خاوتي، ما نزيد ما نقص، ما عنديش على سبه كاع باش نزيد، وما عنديش سبه باش ننقص. علاه علاه يا خويا؟ زعما نحب نطيح خشين، وكنطيح خشين نجبد عويس من راسي. انا راني نقول لكم ها هو المقنين واش رويته، هذا ما كان، هذا واش راني نقول لكم، ها هو المقنين واش يدير، ها واش ياكل، ها واش يسحق، ها ماهوش يسحق. والسلام عليكم. علاش نهضر على الطبيعي؟ باسكو الطبيعي حاجة الاولى على بالي بلي ناجح 100%، طبيعي ناجح 100%، يعني 100%. كيما نقول لك كيما شغل منية، كيما يربحش يسلك على خير، ما يديرلكش لي كومبليكاسيون في المقنين تاعك، الأمراض. شوف هذا يا والله هذا، يطلع لك، المهم، يعني الأمراض ما يمرضوش الصباوش تاعك، الحاجة الأولى ما يمرضوش. This is it. ما يمرضوش. ثانيا المقنين تاعك ما يروش يديرلكش في السقاط، يعني امر صحه راك تعطيلو كاع الوقايه، يعني راك يقي. علاش ما كان منتجري مور دواوات وهذا ومن بعد هذا دواء مدرح، هذا دواء عيان، هذا من بعد تولي تسب في الناس وكذا وتدخل في الامور.
ما يمرضلكش المقنين. عندك النظافه تاعك هي الاولى، تسمى الاعتماد على النظافه حاجه الاولى، تسمى كلش وقايه. المقنين ما يحبش الخماج، يحب يعيش في النقاء. نقيلو على عزيز. المقنين يحب الماء تاعو يكون صافي، يعني عطيلو الماء بدلولو كل يوم ولا كل يومين ماكسيموم. ما لازم تغسل له لي بيفات، تغسل له المجثم اللي يقعد فوقه، يعني نتايا تتهلا فيه باسكو الله غالب في الطبيعه. راهم العرف 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 تسمى كلش مقي في القفص، بلاصه واحده بلاصه واحده افورس افورس يتوسخ، وبعدك يولو عنده امراض. المجثم تاع المقنين لازم يكون رقيق، وبريفيرابل يكون شجره، مش شجره، شجره تاع الزيتون، ولا يكون رقيق الماكسيموم، يكون رقيق بالك فيه 5 سنتيمتر الدياميتر تاعه ولا هكذا يكفي، يعني يكفي 5 سنتيمتر يكفي، يعني هو يحب حاجه رقيقه باش رجليه ما يمرضوش ولا ما يتنفخوش. الدوش، الدوش خويا تحط له دوش، ما تدوشلوش ما تدوشلوش ما تدوشلوش جامي تدوش الزاوش، يعني حطو في كيما نقول لك، حطو في بلاصه انتيك هكذايا بيكون فيها شويه سخانه ولا ما يهمش، ما يهمش شكون فيها، ومن بعدك خليه يدوش. ما تدوش ما تخافش، ما يدوش والله ما راح يضر روحه، ما راحش ينضر الزوج كي ما يدوش ما ينضرش. مي بصح كي تدوش له انت طرشو ما على بالكش واش به، ولا راه مريض، ولا راه بردان، ولا راه كش ما بيه عفسه، او يرشيتي لك او يمرض لك او يرشيتي لك في سقاط. وهذا هو المشكل الكبير تاع يرشيتي لك في سقاط المقنين. اي زاوشه كناري، وده المشكله تاعك كي تشمخو، اولا تشمخو، دوزيامون كي تبدل له بزاف الغذاء. نهار كامل العام كامل نتاع قبل غذاء جديد غذاء جديد غذاء جديد، لا لا شوف له غذاء واحد في العام، هذاك هو الغذاء تاعك. تلقى ميلون شباب ولا خدمه نتا ولا هذاك هو الميلون تاعك على ما تبدلهولوش، باسكو تبدلهولو يرشيتي لك في سقاط ولا يدير لك دي كومبليكاسيون. ما تبدلهولوش، خليهولو خويا العزيز، هذا ماك هذا واش تستحق. يلحق وقت الانتاج، ويقع وقت الانتاج تما نقولوا في فيفري، زيد له البروتين، حشرات ولا دوار الشمس ولا زرعات الكيف ولا اي بودر فيها بروتينات تاعها تما عاليه. هذه هي ياك، يعني شوف تخبي روحك دراهم. الانتاج المقنين طبيعي مير طبيعي في كلش مير طبيعي. المقنين تعرف بلي المقنين اجتماعي، يعني ما تسيش تربيه وحده ولا زعما وحده، ما تجيبش مقنين انت مربيه وحده على العام ومن بعدك تجيب له فماله نقولوا في افريل وتسنى ما يكونوش عندك المشاكل. مربي هذاك المقنين اللي مربيه مع العبد، هذاك الكاركتر تاعو خسر، فهمتوا خاوتي؟ خاسر الكاركتر تاعو، علاه؟ والف العبد ولا يرفد من عنده طبيعات. مقنين يغني على المرايا، يغني على كدايا، يغني يرفد البيد ونا العفايس، انا هضرت عليهم بليزيور فوا. تسمى هاد العفسه راح تخرجوا من الناتيرال، راح تدخلوا في الانسان، ترجعوا شغل بابيروكي كوا هكذا. المقنين باسكو يتعلم على مقان واحد اخرين، يتعلم على مقان واحد اخرين ويعاند مقان واحد اخرين. كيما الانسان كيما هو. التغريد مو ما نهضرش على التغريد باسكو ما عنده حتى دخل في الموضوع. اسمع شوف خويا العزيز، تعمى فتني في الانتاج لا ناتير، دخل فيها لا ناتير باسكو علاه؟ تحط مالي فمال في كاجه وحده وخليهم على العام، ما كان لا تسيباريهم، ما كاش سيباراسيون، ما كاش تشويق، تشويق ما كاش، التشويق و سيباراسيون كدا ما تحتاجهاش. نقولوا علاش انا قلت لكم حطوهم يجوزوا سقاط كيف خاوتي، يجوزوا سقاط كيف باش يتوالفوا، صافي با ديبلي ما تقدرش تكوب لي مقنين زعما تجيب مالي فمال واجدين في زوج وتكوب ليهم ونقولوا نقولوا على باليش انا في 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 افريل تحطوها في فيفري ولا افريل ماي تحطهم كيف وما ينتجوش، بصح هاد الزوج هادو ما راهمش واقفين بعضهم، نقول يقدروا يكريو لك دي بروبليم. هذا على بها مليح الانسان يحطهم مع الاول، عنده كوبل حاب يكوب ليهم العام الجاي يخليهم في كاجه وحده، خليهم في كاجه وحده. تحب تسمع المال وحده معليش، خرجوا ساعه على ساعه ديروا في كاجه صغيره ورحتموا، بصح كي ترجعوا رجعوا الله في المال، رجعوا الله في المال هكذا. اللي يحب ينتج اكثر من الفمالة كيما نصحتكم اكثر من الفمال، تما دو ولا تروا فمال بالك اربعه ما على باليش، سا ديبون المال تاعك ثاني ولا يلقحهم كاع ولا، باسكو فيها امور واحده اخرى لازم الانسان يتبعهم. انا خاطيني الفيتامينات، خاطيني اي عفسه اي عفسه اي عفسه اي عفسه، خاطيني مام الخضر والفواكه تاع الدار، ما والله غير حبستهم خاوتي. راني ندير بلي في اكسبيريمون بيان سور، باسكو انا كي تبعت المقنين في الشتاء خاوتي ما ياكلش الخضر، تسمى كاين بيريودا المقنين
كاين بيريودا المقنين ما يسحقش الخضر والفواكه باسكو علاه في الطبيعه ما عندوش. في الشتاء كلش يابس، يعني كلش يابس، انا يعني تبعته على بالي كلش يابس. حب يقول باللي تقدر انت نقولوا من الاكتوبر حتى الجونفي ما تمدلوش كاع الخضر باسكو ما يحتاجهمش باسكو في الطبيعه ما عندوش. هكذا بالك حنا رانا نمدوا له امور اللي هو ما يسحقهم صحيه كلهم باسكو علاش قلت لكم المقلين يتعلم، حب يقول يتعلم الغذاء تاعو اللي رانا نمدوه له فطره نمدلو باسكو هو ما كيما توفرلوش كاع الغذاء تاعو اللي عنده الحبوب ما توفرلهملوش ما توفرلوش امور ومن بعدك تعطي له اي عفسه ياكلها باسكو علاش فدا عليك فطره. علاش المقلين تعطي له لي زافوكا هذوك الافوكادو ولا كاين ناس كان يمدوا له زافوكا يموت. اقو فاهمين تسمى انا تعرف باللي هو ثاني عنده فطره، عنده فطره يتعلم عليك الحاجه اللي تعطيها له وياكلها بيان سور باسكو لو كان جاي يعرف لافوكا بلي مسمومه ولا يشمها ولا ما ياكلهاش بصح ما يعرفهاش. كي ما يعرفهاش انت عطيتها له وهو الفك تعطي له عفايس ياكلهم يروح ينبز ياكل منها باسكو خضره باسكو يسحق عفسه يسحق عفسه باش يكوفري الحبوب اللي ما عندكش ملي ما عندكش في المونجوار ولا كنت تعطي له الساك ولا تعطي له غير بالقودي ولا صحاب القودي. واش نقول لكم خاوتي صحاب القودي والله غير تضيع وقت القودي والله ما تسحقوه ما تسحقوش القودي والله ما تسحقوه. ما قال انت تحب تمد البراقه نقولوا باغ اكزومبل انا ما نقدرش نامن بهذا الشيء باسكو علاه البراقه قلت لكم ماشي اوفيسيال المقلي ماكله تاع تاع المقلين ماشي تاعو في الطبيعه ما ياكلهاش ما تشوفوش في البحار تاع البراقه. يعني هذا الغذاء شغل تاع كناري جابوه للمقنين المقنين كلاه بيان سور فورسيمون مي بصح انا باش نمدلو البراقه نبدلها بدوار الشمس هكذا براقه بدوار الشمس نبدلها ولا نخلي له البراقه معليش في الميلونج وشنو لازمني نزيد له حبوب اللي فيها البروتين تاعها طالع كيما نقولوا حنا دوار الشمس دوار الشمس زيد له شويه في الميلونج تاعك يعني دير ميلونج شباب وكذا بصح شنو كيلحق راني فهمتكم في هذا الامر كيلحق له الكوبلاج لازم تزيدوه هو وزرع في الكيف وثاني تما كي نوض وقت التفاف حب يقول او كاين التفاف دوكا ابدا ينوض نبدا نجيب له هذاك الوقت فهمت باسكو علاه في الشتاء ما كاش حبوب كاع ناشفه. علاش حنا نمدوا له الخضره ما بين اكتوبر نقولوا جونفي اكتوبر جونفي وفي الطبيعه هو ما عندوش اكو فاهمين خاوتي سمح بيقول باللي شغل ما يحتاجهمش. على كل حال ندير في تجارب وان شاء الله باذن الله نعطيكم الغذاء الكامل كي نكمل معاه 100% كي نكمل معاه 100% كي نكمل معاه نعطيكم الغذاء تاعو الغذاء اللي قول انا اللي شفتو على بالي.